فبص انا عاوزه كده عامله 50 عامله 20 و 6 جنيه عاوزه صغيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين صحف جو عصافير، وزي ما طلبتوا مع نجم سوق الجمعة الأستاذ عاطف نجم أسماء سوق الجمعة. هو الراجل بصراحة ما منعش، وزي ما قلنا هو جيت لكم ونفذنا الوعد، والراجل تحت أمركم في أي حاجة، وكل متابعين القناة يجوا إن شاء الله. نجم سوق الجمعة مع الأستاذ عاطف أهو، هنبدأ معاه بإذن الله على أسعار الأسماك بناء الجمعة النهاردة. يعني طبعا الأسعار دي نحب نعرفكم إن هي بتتغير وبتختلف. طبعا الاسعار دي بتختلف من جمعه لاخرى ومن يوم لاخر، بتطلع وتنزل على حسب السوق عشان الناس ما يجوش يقول الحاجات اللي بتبقى متاحه دايما. بالظبط كده. نبدا بسم الله، نبدا من اليمين يا رب. تمام. عندنا مولي زي كده امهات الاثنين ب 15. تمام. في سولوتير امهات زي كده الواحده ب 15، برضه بنعمل عروض ال 800 جنيه. تمام. تمام. في زبرة مستورده زي كده لسه نازله الواحده ب 20 جنيه والسته ب 100 برضو. في انجل كبير زي كده الواحده ب 50. في اصغر زي كده دي ب 15. في حاجه زي تاني زي كده عامله 40 الوانات انجل. في حاجات كبيره زي كده عامله 75 هنا وهنا. تمام. ومساحه الحوض ده واحده واحده انا معاك اهو. في مساحه زي كده الواحده ب 15، في منه الاصفر دي 35. في منه اصغر هنا ب 10 جنيه. ما شاء الله الاسعار عندك حلوه قوي. الحمد لله. يعني في حاجات كده وحاجات كده على حسب النوع. يعني في حاجات مستورده هنا تبدا 75 و250 وكلام من ده. في حاجات متوحشه زي كده ما تقعدش مع باقي السمك زي الثلاثه دول كده متوحشين. في برده الحاجات دي الصغيره بتاعت اللي هناك الواحده ب 15، ده الاثنين ب 15 والله يا بلاش. ده او ده. في حاجه زي كده البنجاسو ده الواحده ب 15 جنيه. والاحجام عندك كبيره والله ما شاء يعني الله. يعني الحمد لله الراجل بيضحك انا بطريقتي الحمد لله. في حاجه زي كده الكويل واحده ب 10، قلت الحجم ده الواحده ب 10. الله اكبر. في حاجات اقل زي كده الاثنين ب 15 ما شاء الله. في اكبر زي كده الواحده ب 30 مع مساحه. وبالنسبه بعد كده في حاجات مستورده بقى زي كده حاجات كتير برده مش هعرف اقول اسعارها دلوقتي. مفيش مشكله، هتيجوا وفي تخفيضات هو هيعملها للناس كلها. الراجل في حاجات زي كده، في جوبي مستورد زي كده ما شاء الله الحمد لله. وبالنسبه ده نوعها ايه؟ دي اسمها جرين تيرور، متوحشه جدا ما بتقعدش اتنين مع بعض، هي واحده بس. كل النوادر هتلاقوها هنا عند الاستاذ عاطف. الحمد لله. مع كل النوادر وكل اللي انتوا عايزينه هو بيجيب. حاجة اي طلبيات اللي هو اسمه بارون شارك. ما شاء الله ده جديد. ده متوحش. في حاجه زي كده ريتيل كاتفش ما شاء الله. الحاجات دي عمالقه. الله اكبر. الجوينت درامي مش هتلاقوا فعلا الحاجات دي كله. اللي هنا ما شاء الله بتكبر يعني. ما الحوض ده كله 50 و60 سم. اللهم بارك. وفي طبعا الحاجات اللي هي الرئويه اللي هو الكراون زي كده. فيها دي ما بتحتاجش. بيبدا عندنا اسعاره الواحده ب 25 وانت طالع بقى. ذكور واناث. الاناث اهي. وبالنسبه لاكل الاسماك انواع مختلفه، هل الاسعار ده بقى عند الناس الثانيه؟ انا سمك بس تحت امركم في اللي انتوا عايزينه. تمام. تنورونا. متشكرين جدا يا استاذ عاطف. طبعا حبيبي. الله يخليك. تسلم. انت عايز اسمك؟ هو نفس النوع. هنبدا عايزين نعرف اسعار الاسماك بقى. عندنا هنا الفانتيلا ديت كاليكو فانتيلا 4 ب 10، نفس الكلام برده تحت هنا فانتيلا 4 ب 10. ايه الفرق بين ده وده؟ هو بس هو بس كان عدد فمقسومين على حدين. وفي هنا زبرا 4 ب 10 زبرا. في القواقع ديت هي بتاكل الطحال وبتغذى الطحال وبتتمدد في الحوض 4 ب 10 برده. وفي عندك هنا الفانتيلا ديت الحته ب 5 وال 5 ب 20. تمام. ده اكبر فرق. دي اكبر من ديت. الحته ب 5 وال 5 ب 20. وفي هنا عندك الكوي دوت 4 ب 10. تمام. 4 ب 10. وعندك الكوي ديت
دي الحته ب 15 اه الحته ب 15 و2 ب 25 اه. وايه الازرق ده؟ دوت ده فايتر ده دي حاجه رقوه بقى حاجه تحفه. عامله كام دي بقى؟ دي الحته عامله 25 اه وال5 ب 100 ده الدكوره دول دكوره اه الحته ب 25 وال5 ب 100 ودوت ده جرامي برضو ده الجولد جرامي واللي هو الايه الاوبالين اللي هو الازرق ده عامل كام؟ دوت الحته عامله 10 وال6 ب 50 والبلاك وولي دوت الحته بخمسه والخمسه بخمسه وعشرين وده فايتر خمسه وعشرين ودوت فايتر نفس الكلام برضو اللي تحت بنفس السعر اللي هو هو ده لون مختلف هو ده لون مختلف وده ودوت السولاتير دوت الحته بخمسه والخمسه وعشرين وعندك وعندك هنا اربعه بعشر ده نوع ايه؟ ده اسمه جوبي جولد جوبي تشكيله بقى جمع من انواع عندك هنا دوار في جرامي في الكره وفي نتي اه رقبه برده النتايه بتبقى ساده كده والدكر ايه ملون كده محمر وفي هنا الانجل امهات الحته ب 40 في هنا الانجل الصغير الحته ب 5 جنيه وال 5 ب 20 وفي هنا الانجل الاكبر منه الحته ب 10 وال 6 ب 50 في هنا الجرامي اللي تحت ده برده زي اللي فوق الحته ب 10 وال 6 ب 50 ده فيفان ده فانتين بقى ايه يعني حاجه مميزه ده 25 اه واللي فوق ده برضو ب 25 اه هي كحجم بس هي حجم كبير تسلم يا غالي.